جارة وانتي جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه، في مشاريب وحوادث كتيرة، في خناقات وحوارات كبيرة، في أحداث تشيب وفي ناس تعيب، وفي كل يوم ناس على ترابيزة بيحاسبوا على مشاريبهم فيزا. في اللي حب ولا طلش، في اللي خان ولا قالش، في اللي عامل نفسه منفوش وهو حتى الريش مفيهوش. لو انت جارة وانت جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه. نوايا قريبة ناس سالكة ودغري وداخلة القلب طيارة، وفي نوايا مخبية جواها غل بتهري ونشوفها ندي صفارة. في رجالة لبعضها ورجالة مش على بعضها، وبعضها مش ناوي يجيبها البر والبر حالف يزقها. لو انت جارة وانت جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. ده مش أي كافيه، ده روف كافيه. ألو مستر علاء. يا فندم انا مستنيك فوق. معلش هو السلم طويل وعالي شوي، معلش. هتطلع اخر دور خالص هتلاقي الكافيه في الروف. في انتظارك يا فندم، في انتظار. طالع. بقول لك ايه؟ ايه؟ لما يقول لك على عرض اتقل، ما تبقاش اهبل زي كل مره، تمام؟ ولما اصغدك تسكت، تسيبني انا اتكلم. ماشي، حاضر. انت صغدين؟ معلش السلم طويل شوية، معلش. ازيك يا مستر علاء؟ السلام عليكم استاذ مصطفى، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه مدام حضرتك؟ ما شاء الله لماح يا فندم. طبعا المهنة انت فاهم. اهلا وسهلا. ايه رأي حضرتك في قلتلك في التليفون؟ والله كلام حلو. ولا ايه؟ أنا مش فاكر حضرتك قلت لي إيه بصراحة، فأنا عشان كده يعني جايب المدام معايا أستاذة نهال عشان خاطر تسمع بقى العروض اللي حضرتك قلتها لي في التليفون، لأن زي ما سيادتك عارف طبعًا الست هي بتبقى إيه، هي اللي هتختار البيت طبعًا، هي اللي هتاخد القرار حضرتك ولا أي حاجة. أنا فاهم طبعًا، هي اللي بتشتري الشقة وهي اللي بتقعد فيه. بس سيبنا نتكلم. اتفضل يا فندم. بس كده. طب ممكن أعرف حضرتك محتاجين إيه؟ محتاجين شقة. تمام، ممكن اعرف ايه البادجت بتاعتكم؟ كام البادجت؟ 500 400. قول انت. 100,000 جنيه. عسل يا فندم، مدام حضرتك عسل سكر. دماغك خفيف، بتحب تهزر. انا عارف يا فندم، بس ربنا يفتح كلامه كده. ربنا يخليها لك يا فندم. البادجت بكام؟ لحظه هتقولي له معانا كام بجد؟ فيه هو بتاع ضرايب، احنا جايبينه عشان نجيب لنا شقه. قول لي 300,000. 300,000 ايه؟ 300,000 دول هيجيبوا ايه؟ ليه معنا كام؟ طيب خلاص 450,000 جنيه، بس ده سقفك. تمام يا فندم، احنا عندنا كومباوند جديد اسمه ابو كاليبسو. ابويا لبسه ازاي يعني؟ كلنا لبسناه يا فندم. الميزه بقى يا فندم ان الكومباوند ده احنا بنقسط على 30 سنه. 30 سنه؟ طبعا يا فندم. حلو قوي ده تقسيط. وبعدين والاستلام بعد 27 سنه نص تشطيب. ايه؟ ايه يا فندم؟ استلم بعد 27 سنه؟ يا فندم 27 سنه، ايه المشكله؟ حضرتك مش فاهم. انا مخطوب للاستاذه دي بقالي 7 سنين، لسه هستنى انا بقى. طب يا فندم متخبين بعد بقالكم 7 سنين ولسه ما اتجوزتوش، عايز تستلم فوري؟ ما قلتش استلم فوري، بس مش هستلم كمان 27 سنه، حضرتك كده مش انا اللي هستلم، ده الورثه هم اللي هيستلموا. كله ليك يا فندم في الاخر، ليك انت وعيلتك. حلو، كله ليا. ما انا بقى محتاج الشقه دي عشان اجيب ورثه
يبقوا استلموا الشقة. بس الميزة يا فندم من الديفلوبر بتاعنا اسم كبير، اسمه الدولي دبور. الدولي دبور، أيوة أنا سمعت. الدولي دبور، بس ده عامل قلق على جروبات الفيسبوك يعني في حوار التسليم المتأخر وكده يعني. يا فندم ده العادي يا فندم، أي حد يا فندم بيسلم متأخر ده ليسلمك بدري يا فندم تلاقي منه. بس برضه مش بعد 27 سنة يعني، يعني هاود الدنيا معانا شوية. طيب هو ينفع احنا نتأخر عن الأقساط؟ يا ريت يا فندم عشان تشلوحوا كلكم. يا فندم؟ زي ما بيقولوا حضرتك كده يا فندم، في كومباوند اسمه هيلاند فيو يا فندم، حضرتك لو اتأخرت عن الأقساط 48 ساعة بياخدوا منك الشرط الجزائي، وغير كده يا فندم بعت لك مندوب يقلعك ملط وبيكتبوا اسمه على يكتب اسمه على ايه؟ على كتف حضرتك يا فندم، همشيها كتف حضرتك عشان خاطر المدام. أمال اسمها هيل فيو ليه يا فندم؟ وعامة هيل فيو بالإي مش بالآي. أو إيه الفرق يعني؟ طب ما فيش حاجه نستلمها قبل كده يعني؟ في يا فندم، انتوا ايه الاحسن لكم، حاجه ناحيه التجمع ولا زايد؟ والله اي حاجه يعني، مش مهم المكان، المهم الحاجه اللي نتفق عليها في العقد لما اجي استلم الاقيها. ده اللي بتكلم فيه يا فندم، اهم حاجه يكون الديفلوبر موثوق فيه، يكون حد ليه سابق خبره قبل كده. عندنا دلوقتي في مكان جديد يا فندم بتسلم كوران شيلز، يعني طوب احمر يعني. الطوب الاحمر ده في فيصل في الليبيني، مش ده يا فندم، ده كومباوند كبير معروف اسمه كوران شيلز. ايوه بكام يعني؟ حضرتك هتدفع 450,000 كوارتر، يعني 90,000 جنيه. ايه كوارتر ال 90 يعني 30,000 في الشهر. بالظبط يا فندم. احنا هنلاقي ناكل منين يا ستي؟ هبقى اصطاد، مش مهم، خلينا معاه لحد الاخر. ده اللي بتكلم فيه يا فندم. الاكل ده حاجه ثانويه، اهم حاجه ندفع القسط. ايوه بالظبط. والكومباوند ده بقى مواصفاته ايه؟ في مول افريكا، في جامعات، في مستشفيات بتاعت سرطان، في فنادق، كل الله. خدمات. يا فندم امال ايه الحاجات دي بقى مبنيه ها تحت الانشاء اكيد يا مصطفى؟ لا برضه يا فندم. امال ايه؟ طيب بص يا فندم، هما هيتعملوا في المرحله السادسه، حضرتك هتستلم في المرحله الاولى. والمرحله الاولى دي خدت كام سنه عشان تبني؟ 4 سنين. 4 سنين يعني 6 مراحل، 6 × 4 24 يا فندم. 24 24 سنه. 24 يا فندم. انت نزلت لي 3 سنين يعني. طبعا انا لو كان 27 24 انا بحاول اساعد حضرتك يا فندم. لا يعني ايه، شد الدنيا كده معانا وشوف لنا حاجه يعني قبل كده. طيب في مناطق جديده، في القاهره الجديده، منصوره الجديده، دمياط الجديده، مسترد الجديد. مسترد الجديده طبعا يا فندم، كله موجود يا فندم. ايه ده، هو مفيش اي ابداع في اسماء المدن؟ فندم احنا مفيش وقت للكلام ده يا فندم، احنا هنبني ولا هنفكر في الاسامي؟ طب ومصر الجديده بقى هيبقى اسمها الجديد ايه؟ نسيت اقول لك يا فندم، اللي سمى مصر الجديده ده كان بني ادم غلس قوي، كان بيحاول يبوظ التخطيط بتاعهم، بس الحمد لله اتصرف. عملوا ايه؟ حضرتك شكلك لمحت. مصر الجديده اسمها ايه بالانجليزي؟ هليوبلس. عندنا نيو هليوبلس. الله. ليه يا فندم؟ لو اغلس من الراجل الغلس اللي كان عايز يبوظ له. ما انت فاكر ايه يا فندم؟ اما بقى في اماكن ارقى. نيو جيزا، نيو زايد. دي فين دي؟ لا دي ما تسالش، انت عشان تاخد حاجه فيها محتاج تبيع نص كبدك. لا خلاص. طب مدينه نصر؟ مدينه نصر ايه وقرف ايه، دي خلاص كانت غلطه وخلاص خلصت. طب انا مش عايزه، انا مش هسكن، مش عايز شقه سكن، انا هتجوزها عند امها في البيت. انا عايز اخد شقه استثمار. جيت لي في العاب يا فندم في الاستثمار. احنا احسن مكان عندنا في الاستثمار في مكان اسمه فيري نيو زايد. فيري نيو زايد. نعم هي اسمها كده يا فندم. دي فين دي؟ دي حضرتك في كيلو 650 طريق اسكندريه الصحراوي. ينفع الكلام ده نروح نقعد في ما بعد البحر المتوسط ولا نعمل ايه؟ في يا فندم كومباوند ناهيه وده من ابو ناهيه. ناهيه من ابو ناهيه. بالظبط يا فندم. طب ايه يقول ده فين؟ ده يا فندم في محطه مترو وفي طريق لولبي، كل ده بيتجمع في حته واحده، هي الحته دي اسمها ابو ناهيه، ده الكومباوند بتاعها. ده بكام؟ ده بدون مقدم يا فندم وقسط على 10 سنين. طب وده بكام الشقه فيه؟ شقة اسمها يونت، اسمها ابارتمنت، وتقسيط 40,000 في الشهر. بس اسكت اسكت ما تكملش. مصطفى كده الفلوس بتروح مننا، هنعمل ايه؟ انتوا حليتكوا حاجة؟ اتفضلي. مش هنلاقي ناكل. انت اللي قلتي لي اسكت انت وانا هتكلم وهتصرف، اتفضلي. على فكرة طول ما فلوسكم محطوطة في البنك قيمتها بيقل، والأسعار كده كده هتزيد. هتزيد ليه؟ هتزيد يا فندم، أنا عارف الأسعار هتزيد. طب حضرتك شغال في أماكن طيب غير الكومباوندز دي؟ يا فندم. ايوه فين حضرتك عايز فين؟ نعم اقصد المكان يا فندم حضرتك عايز تاخد فيه فين يا فندم؟ ما هو لسه سؤال جارح. مش مهم، المهم هناخد وخلاص. طب حضرتك شفت الاسراء العلوي والاسراء السفلي؟ دول فين دول؟ دول في الدائري يا فندم، بس احنا ممكن حضرتك تاخد فيها كاش عادي، بس اهم حاجه عايز اعرف نوع عربيه حضرتك ايه. مش معنى لا يا فندم لازم، لان حضرتك لو عربيتك مش دافع رباعي هنتسوح، لان انا ليا واحد صاحبي راح هناك مره غرز بالعربيه وقع ما طلعش لحد دلوقتي.
لا اله الا الله. طب ده بياكل ازاي ولا عايش ازاي ولا اهله فين؟ مش قصتي انا، انا سمعته بيرموله موز من فوق وامه بتزوره كل خميس ومراته رافعه عليه يد الطلاق وكذبتها. طب بص شوف لنا حاجه كده من الحاجات اللي انت شايلهم على جنب للحبايب. في يا فندم، في المقطم، في الطلبيه، بس هتروح تاخد في شارع مخالف، حي مخالف، سرق كهربا، سرق ميه، سرق غاز، حاجه نيله يعني. بس الغريبه يا فندم من هناك المساحات مش طبيعيه، مساحات كبيره قوي يا فندم. والله ازاي؟ بس بقول لحضرتك كده يا فندم، هناك بيقيسوا بالهكتار يا فندم مش بالمتر. تاخد شقه هناك 600 فدان ترمح فيها انت ومراتك. بجد؟ اه يا فندم. دي بتطل على ايه؟ بتطل على موقف تكاتك، محلات فرنه، محلات لب، عصير، اي حاجه دوشه صوتها عالي هناك يا فندم. هو ليه حضرتك بتتكلم على الحاجات دي كانها مناطق سياحيه؟ عشان حضرتك ما شفتيش اللي بره يا فندم، لو شفت اللي بره هتعرف ان دي مناطق سياحيه فعلا. مفيش اي لاندسكيب تاني غير موقف تكاتك ده. انا سمعت عن جنان الاهرام. في يا فندم في، بس هناك اه مفيش تكاتك، مفيش موقف تكاتك، بس هناك ولاد البوابين ماشيين بلابيس. هناك بلابيس؟ ماشيين بلابيس يا فندم. مش عارف اقول لك عيال بلابيس تحت. ماشي يا فندم. ايه ده في؟ مش عارف يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا حاج؟ الحمد لله في احسن حال. اللاندسكيب اتعمل ولا لسه؟ لسه لسه يا فندم، يعني هما لسه تحت الانشاء وهم بدأوا الحفر يعني. طالما بدأوا حفر تبقى هانت يا ابني، بس أمانة عليك لو أنا مت أبقى اتصل بالورثة وصور لهم اللاندسكيب. أنا يا حاج. حاضر. سلام عليك. استنى يا حاج استنى. أيوة يا بنتي. هو حضرتك كنت ساكن في الكومباوند ده؟ أيوة في الأفتر لايف سيتي. أنت حجزتها إمتى؟ أنا الحمد لله ربنا ألهمني وأكرمني وحجزتها قبل الانفتاح بيومين، وبعد الانفتاح السعر رفعه، ده كرم من عند ربنا يعني. مش قلت حضرتك يا فندم الأسعار بترفع؟ انفتاح؟ انفتاح إيه؟ بتاع السبعينات؟ السبعينات؟ أيوة. السلام عليكم. في إيه؟ رضا في صورة أقسم بالله. طب استاذ اسمه علاء. علاء يا فندم. ايوه ماشي خلاص، هنبقى نشوف كده الدنيا و احنا ممكن نشوف دلوقتي الاماكن فاضيه حضرتك لو عايز تروح يلا بينا نروح نتفرج. لا انت مش فاهم قصدي، نشوف الدنيا مع بعضينا كده، هنلف لفه كده وتقلقش هنجيلك. تمام يا فندم، انا فهمت اللي فيه. هنجيلك. تمام يا فندم. سد نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه، انت بتدور على شجر؟ ايه؟ بتدور على شجر؟ بدور على شجر؟ لا مش لا بدور على شجر. شجر شجر سكن. شجر سكن. شقق. اه سكن. ايوه بدور على سكن عندك. اه السلام عندي، بس يعني معلش يعني معاكم كام بادجت؟ معانا كام؟ اه 100,000 جنيه. يا راجل ما تهزرش، بتعرف تجيبه ملبس؟ تعرف دي ايه بس؟ معاك كام؟ شكله ناصح. اقول له؟ خليها على الله بقى. 500,000 جنيه. ايوه معاك كام برضه يعني؟ نص مليون جنيه. نص انا ما فهمتهاش يعني، من عارف ان 500,000 جنيه هم نص مليون جنيه، وانت فكرك دي فلوس يعني؟ دي مش فلوس يا حبيب قلبي، دول يا دوبك يعيشوك مسطور. تمشي جنب الحيط لازق في الحيط كده ويا دوب تعيش بهم مسطور، تغير بقى تيشيرت، تجيب نظاره، تجيب تيشيرت براند يعني زي اللي انت لابسه ده، ماشي تعيش عايق يعني وتعيش مسطور. العيل يسهل، تدخله مستشفى، حد يتعب، توديه للدكتور، ده اخرج بنص مليون جنيه، لكن غير كده ما عملوش حاجه. يا باشا هتتكشف والله. قدام مين يعني؟ كيف قدام مين؟ قدام نفسك هتتكشف. هو انت يعني فكرك يعني معلش اما انت تبقى عايش كده وتدفع مقدمه شقه نص مليون جنيه وتمشي جنب الحيط ملزق نفسك هتتبسط؟ لا مش هتتبسط يعني، من الاخر من الاخر هتنزل تحت بس واحده واحده. مستعجل ليه؟ انزل تحت ايه حضرتك؟ انا اوريدي تحت، انا قاعد في ايجار. طب خلاص يا باشا عايش في ايجار، ارضى ارضى. ما انت هتدفع الفلوس دي هتعيش في ايجار واستحمل بقى التكاتف والقرض وعادي، مش مهم كل الناس عايشه كده، بس هتعيش مسطول. يا باشا انت توبك ده، ما تقعدش بقى تحلم كومباوند. انت فكرك لو رحت سكنت في كومباوند يعني هترتاح؟ ما انت هتلاقي اللي ساكن جنبك عربيته بورش معاه 8 مليون جنيه، هتقعد جنبه وانت داخل بفايتك هتتبص، ما يبص لك بنظره دونيه. هتدخل بالعربيه توقف جنبه ازاي؟ اركنها بره. اركنها بره؟
وهتمشي على رجلك هيبص لك برضه انك معكش عربيه، وهيبص لك برضه بنظره دنيه اكتر من نظره الدنيا الاولانيه. يبقى استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه. مش كده ولا ايه؟ ايش مستور يا بيه؟ ايش مستور يا سيدي؟ حساب القهوه ده عندي مش عايز. عندك انت؟ ايه ليه انت مين؟ انا صاحب المكان. انت صاحب المكان ده؟ ايه كل المكان ده تبعي. اه انا بواب، انا صاحب الكافيه ده كله. انت البواب وصاحب الكافيه ده كله؟ ايوه الاثنين. ما تعرفش عماره جنبكم محتاجه بواب؟ لا والله مسيطر يا مفتكرش يعني والله. ارضى تتكيف ماشي؟ سلام عليكم. انت رساله من السماء يعني ولا انت ايه؟ ولا ده ظهور خاص؟ ده لابس جزمه كلاسيك على جلابيه. ما ده العادي، ده اللي انت ركزتي فيه يقول لك بواب وصاحب الكافيه. ما جايبك. الو. هاي مساء الخير يا استاذ مصطفى، معاك خالد بكلم حضرتك بخصوص الطرح الاخير لبارادايز فيو يا فندم في الساحل الشمالي. دي بعد سيدي عبد الرحيم ب 50 كيلو على طول يا فندم. داون بيمنت بيبدا من 8 مليون جنيه. في اوبشن جديد جدا ان انت بتشتري الابارتمنت او التوين هاوس مع المقابر بتاعته برضو في الكومباوند، بحيث حضرتك يعني لما تموت ان شاء الله باذن الله اكرام الميت دفنه، بحيث تموت هنا تدفن على طول في المقابر. المقابر كلها رخام يا فندم، هواها بحري يرد الروح. لو حضرتك انترستد يا فندم ممكن اقول لحضرتك باقي التفاصيل. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه، في مشاريب وحوادت كتيرة، في خناقات وحوارات كبيرة، في احداث تشيب وفي ناس تعيب، وفي كل يوم ناس على ترابيز بيحاسبوا على مشاربهم فيزا. في اللي حب ولا طلشي، في اللي خان ولا قالشي، في اللي عامل نفسه منفوش وهو حتى الريش مفيهوش. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه. نوايا قريبة نسالكة ودغري ودخل القلب طيارة، وفي نوايا مخبية جواها غل بتهري ونشوفها ندي صفارة. في رجالة لبعضها ورجالة مش على بعضها، وبعضها مش ناوي يجيبها البر والبر حالف يزقها. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. ده مش اي كافيه، ده روف كافيه.